إلى رام الله دكتور هاني المصري، مدير مركز مسارات للبحوث والدراسة. دكتور هاني، أستاذ هاني، في كلام كثير حول الانتخابات، لكن ما قيل حتى الآن، وربما حضرتك كان أيضا كتبت في هذا المجال، فيه كثير من التشكيك. أولا تشكيك على مستوى السياسي، لكن أيضا على مستوى إجرائي وقانوني، إلى درجة أنه نسبة احتمال إجراء هذه الانتخابات بدأ يتراجع. ما رأيك؟ رأيي نعم، صار التحضير للانتخابات بطريقة معكوسة. الأصل بالأمور إذا كان بلد فيه انقسام أن يتم التركيز على إنهاء الانقسام وإقامة سلطة واحدة لها مؤسسات سياسية وأمنية وقضائية واحدة، حتى تقوم على السهر لحماية الناس لتأمين الانتخابات. أما في ظل وجود الانقسام وما يعنيه ذلك من وجود سلطتين متنازعتين والقفز عن هذه المسألة بالكامل والدخول إلى إجراء الانتخابات أولا، أعتقد أن هذا سير بالطريق المعاكس، لأننا بعد صدور المراسيم يصبح الموعد يعني سيف مسلط على رؤوسنا، وهناك عقبات كبيرة داخلية وخارجية لم يتم تزليلها، مما يجعل الانتخابات في احتمال لا بأس به، أنا أقول أكثر من 50% أن لا تجرى. وعلينا إذا أردنا فعلا إجراءها أن نقوم بتذليل العقبات، مستغلين يعني موعد إجراء الحوار الوطني، ولكن مع ضرورة توسيع يعني قاعدة التمثيل في هذا الحوار، بحيث لا يقتصر على الفصائل. أستاذ هاني، يعني بشكل سريع، طبعا نحن يعني لن ندخل في تفاصيل الدراسات التي صدرت عن مركزك في هذا الشأن، لكن بشكل سريع النقاط السريعة التي تعتبرها معوقات يجب إزالتها ومعوقات ممكن تجاوزها. أنا رأيي مثلا تشكيل محكمة الانتخابات نقطة هامة جدا، لأنه حسب القانون الفلسطيني مجلس القضاء هو الذي ينسب للرئيس أعضاء يعني محكمة الانتخابات، ومجلس القضاء عليه ملاحظات كبيرة ومطعون باستقلاليته، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي مست باستقلالية السلطة القضائية. الحل هو أن يقوم يعني الحوار الوطني بتشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق. نقطة أخرى هي موضوع أمن العملية الانتخابية، لأن الأمن في الضفة الغربية يتبع للسلطة ومرجعية مختلفة عن الأمن في قطاع غزة. يجب الاتفاق على جهات أمنية، جهة أمنية محايدة تقوم بتوفير أمن العملية الانتخابية بالضفة الغربية وقطاع غزة. هذه مسألة مهمة جدا. الحل الأنجع طبعا هو تشكيل حكومة انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي هذه الحكومة ستوفر شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وتساهم بشكل أكبر باحترام نتائجها. لأننا هل هذا حل عملي؟ هل بالإمكان من الآن حتى مايو أن نأتي بحكومة وحدة وطنية، بمعنى بشكل أو بآخر أساسا كانت مطلبا مستحيلا؟ إذا توفرت الإرادة يعني لدينا شهر 2 و3 و4، يعني أكثر من 3 أشهر تستطيع الحكومة أن تقوم بالكثير. وأيضا إذا اقتنعوا بهذه الفكرة يمكن تأجيل الانتخابات، لأننا الأمر الحاسم ليس أن نجري انتخابات، وإنما أن نجري انتخابات تكون خطوة إلى الأمام، لأن الانتخابات وسيلة وليست غاية. التعامل معها كغاية، التعامل معها وأنها يجب أن تكون مضمونة النتائج، أعتقد أنه سيلحق ضررا كبيرا في العملية الانتخابية وفيما تبقى من مصداقية للنظام السياسي الفلسطيني.